ازيكم عاملين ايه؟ يلا بينا نلعب لعبة ماينكرافت. والنهارده انا معايا ستيفن. ازيكم انا اصحابي، انا قدامكم اهو، انا اللي قدامكم. يلا مستعدين؟ قصدي مستعد. استنى بص، انا معايا 64 و64 لحم مشوية. لو جيت على دي ممكن اتحرق. اه طبعا. تعالى بص، استنى استنى، ايه ده ايه ده ايه ده؟ طب انا عايزه احرقك معايا كده، مش هتقدر تحرقني. مش عارف، استنى استنى، اقف اقف، خد 64 لحمه ماشي، وخد سيف. استنى، ده سيف، ده سيف جولد. استنى، ما بتقدرش تضرب، معرفش ليه، ولا بيقدر يضرب ولا بيقدر. هنشوه المكان. استنى، معايا حاجات كتير قوي، هجيب لك، استنى هجيب لك حاجات. ايه ده اصح، بس لو نزلت لك سيف ما بيقدرش يضرب، يعني سيف احتياطي عادي. استنى هعمل لك سيف. طب هو بقدر اكل اللحمه ده لما تجوع؟ مين عند بيتي سلم؟ انا هنام، تعالى انام جنبي عشان تنام. ماشي يلا. طب استنى ادي لك السيف الاول، اقدر اديه لك وانت نايم؟ استنى نايم كده، ما ينفعش. يلا نام يا جماعه، نام، يلا جه وقت النوم. تنين لما عش البتاع ده العيون. تيجي نروح ماشي، استنى شوية يعني هيبقى مشوار. وانا بقى عايزة انام جوه بيتي، لما احنا نيجي ننام انا وانت ننام، عشان ما ينفعش انا انام لوحدي. ماشي ابني هولك، بس تعالى ورايا. يلا نروح ننظر، تعالى هنا. طب استنى ارجوك بليز، يعني اللي يعرف ازاي اخلي ستيفن يقدر يكسر معايا ويفتح الابواب عادي وكل حاجه، يكتب لي في التعليقات. يلا شوف كده، تقدر تفتح الابواب؟ استنى بس، عايز اشوف انا بقدر افتح. الحمد لله. هنا في بتاع بقر، عايز اقتل شويه. انت شكلك ما بتقدرش تقتل، مش عارف. انا يلا غلاسه دي. طب استنى، لو انا عملت على ستيفن اجرب حاجه كده. عادي، مش لازم اقتل، مش لازم اخده منك يعني، ده انت ستيف تو كافي فين. لا ما احنا 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 اصلا ملناش في في الايرون، فاحنا مستحيل، لازم الدايموند تحت الارض خالص. يلا ندخل النظر. وانت دخلتها؟ لا انت دخلتها؟ انا دخلتها. تعالى الغزل ده هيقتلني ولا ايه؟ اوخ، معايا 15 دايموند. انت دخل سيف يا بابا، خش. فين انت دخلت؟ انت دخلت؟ مالك طاير كده ليه؟ يلا خش بسرعة. بص انا عملت دي من المال النهاية. خد بالك خد بالك،
نهار ابيض، واللحم اللي انا اديتهولك. ماشي جماعة، انا خسرت. طب استنى هاخد حاجتي، هاخد حاجتي من الملا نهائي. علي صوتك علشان الجمهور يسمعوك. اهلا بيكم يا صحابي. يلا نطلع. لازم اخد حاجاتي، انا معايا الدروع. وانا كمان جبت دروع من الهيئة عشان يا رب اللحم اللحم وكل حاجة ضاعت، حرام عليك. من هنا صح. ما تاخدهاش، دي حاجاتي انا مش حاجاتك. الحمد لله رب. بطل يا ستيف. ماشي استنى، الحمد لله في سلم. استنى ليلي، دي دروعي، دروعي قديمة بستخدمها من قبل كده. حلو، استنى استنى تعالى، انا كنت مديلك سيف دايموند. لا انا كنت مديلك سيف دايموند. تعالى خد الدروع بتاعتك. ايه انت جبتهم من الملا نهاية ليه؟ طب بطل تكسير. ده طيب بجد. الله عليك، انت بقيت تقتل. الله عليك، بقى يساعدني يا جماعة ويقتل معايا. ماشي يلا نخليه سريفر. ايه الوحوش اللي عمالة تيجي؟ ايه انا افكره معاه سهم وكمان سيف حاجه واحده واحده. ماشي مش مشكله، يلا نرجع شوف كده. استنى شوف كده، تقدر تقتلني؟ شوف كده بقى يكسر. لا ما كسرش، ما كسرش بقى يكسر يا جماعه. لا بطل 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 يا جماعة، انا سعيد جدا. انا كمان اضربك وافتح الابواب. الله، انا هفتح. لا استنى كسرها بالشكوش احسن. مش معاك شكوش؟ طب استنى تعالى فوق. انت مالك يا رايكس؟ بل الدنيا عامل كده ليه؟ يا رب يا رب يكون بيبني. نفسي نفسي يا رب يا رب. تقدر تقفل؟ يا ربي الحمد لله الحمد لله. كنت احس كأنه ملوش لازمة اللي انا العب معاه كده وخلاص، من غير ما يلعب، من غير ما يلعب. بقى يفتح الصناديق برضو. شكله علشان خسر مش كده؟ ايه ده، انت ما تجيبش حاجات من الملا، انا هيجيبها بنفسك. نقفل الباب يلا.
يا سعادتي. خد حاجة بإذن. استنى هعمل لك هعمل لك أكس. مش مشكلة خد اللي انت عايزه. هدي لك شكوش. استنى يا جماعة انا معايا دايموند كتير. مش مشكلة اخلصه على طول يعني. يبقى يرجع ابقى ادور على دايموند تاني. تعال استنى هدي لك الاكل ده. بطل ضرب. يلا خد. حلو قوي. استنى انا ليه ما جبتش لنفسي كاس دايموند. كاس دايموند. يلا بقول علي صوتك. ده هو ده. ماشي استنى انا معايا حاجات كتيرة ممكن اظبطها. لا ما ينفعش تتحكم في دوري. الحمد لله. هنقسم ال الامرود مع بعض. صح. ماشي استنى تاخد 10 وانا اخد 10 بس ما تستخدموش كتير يعني ما تضيعوش. ونقسم الدايموند مع بعض. معاك 64 وشويه. ايه لا ما تاخدش زياده عن اللي انت عايزه. بس جولد خد اللي انت عايزه بس باذن. ماشي ماشي بقى الدراع الدايموند دي علشان انت ما جبتهاش بصراحه يعني بنفسك يعني. انت عمال تاخد الحاجة دي. ماشي استنى لحظة. انا كان معايا 64 و64. بص انا هدي لك الدروع دي علشان وارمي كل حاجة من الملل النهائي. انت معاك لحمة مش كده؟ يلا يلا الليل جاي. مستنى مديلك دروع بسرعة. استنى بس انا هروح ارمي الدروع وكل حاجة بس لازم في حتة الرايق. لازم اديله حاجة حلوة مظبوطة. ايوه اوعى تتوه. هنا بعيد لحظة كده. كان في درع بطن كده. فين راح البحر؟ انا اتحبست في البحر. كان معايا. انا بس عايز بس اخد واحده كده شويه من القصب. ماشي. وقعوا. ده كان معايا شكلي. استنى كده لحظه. لحظة انا معايا رجل متطور. مش هديله رجل متطور شكله حلو. لا انا مش مهم. انا معايا 60 بتاع ده. ايه ده تخيلوا ايه كل ده. 60 جولد خدته من عندك. يا لهوي كل ده. حلو. تعالى يا مايكل علشان انا نام. ماشي. لا ده اقوى علشان انت بتخاف الليل. انت فين؟ انت في بيتك. وانا مش هيطلع لي وحش كده بس كل كده. بس احط السرير عند بيتي عشان يلا. مش اقفل الباب علشان ما يجيش واحد يضغطك وانت نايم. بص يا اصحابي احنا انا هقف لحد هنا واحنا كلنا هنقف لحد هنا. فلو عجبكم الفيديو اعمل
اعملوا لنا لايك وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد منا. فيلا سلام.